هل تظن أنك أعظم قداسة عند الناس من الله؟ وتكلموا على الله، امشي خطوة، لا تنظر للوراء، تقدم، فمن لا يتقدم يتقادم، ولا تتأثر، فمن تأثر جلس مكانه وبكى. إياك ثم إياك ثم إياك أن يهزمك أحد. كن قويا، إياك أن تهزمك الكلمات، إياك أن يكسرك أحد أو يثبطك أحد، أو أحدهم يزرع في قلبك اليأس، أو أحدهم يزرع في قلبك الانطوائية والانعزال. إياك، افرض على الناس وجودك، افرض عليهم وجودك، فإن وجودك أنت، وجودك أمام الناس هو قوة لك وتأثير على الناس.